إنها تحديات العلم أيها الباحث عن الحقيقة، حين تصطدم بجدران الصعوبات وتظن أن الحلول أصبحت مستحيلة، عليك أن تتجاوز هذه الصعوبات بمساعدة فريق من الباحثين يتشاركون معك نفس الهدف، يلهمونك للوصول إلى الحل العلمي المنشود. وهنا يبرز دور جامعة المجمعة، والتي دائما ما يكون لها حضور ملفت على منصة التميز والمنافسة، وخاصة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، حيث أقامت مؤخرا عددا من المؤتمرات العلمية المختلفة، لتختتمها اليوم بمؤتمر جامعة المجمعة للسكتة الدماغية 2024، وذلك إيمانا منها بأهمية تعزيز دورها الريادي في بناء المعرفة للنهوض بالبحث العلمي والابتكار والتبادل المعرفي، وتشكيل أجيال من الباحثين تدعم مسيرة التنمية في المملكة في شتى المجالات، وتحقق رؤيتها لعام 2030. لتظهر هذه الجهود التزاماً بالبحث والنشر العلمي وإثراءً للمعرفة حول السكتة الدماغية، فكان للجامعة جهود واضحة في توفير المصادر التعليمية والترجمة لزيادة الوعي حول هذا الموضوع، من خلال نشر أكثر من 23 بحثاً علمياً محكماً ISI حول السكتة الدماغية، تأليف أكثر من 4 كتب في مجال السكتة الدماغية، ترجمة أكثر من 11 كتاباً حول السكتة الدماغية، الحصول على أكثر من 3 براءات اختراع في مجال السكتة الدماغية من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وبذلك سيمثل هذا المؤتمر فرصة لمواصلة هذه الإنجازات ونقل آخر التطورات العلمية والبحوث الحديثة حول السكتة الدماغية، مشكلاً منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الأطباء والباحثين والممارسين الصحيين في مجال السكتة الدماغية، وإطلاعهم على أحدث الابتكارات في التشخيص والعلاج وزيادة الوعي. لتتألق جامعة المجمعة وتبزغ كالنجمة اللامعة في سماء البحث والإبداع والابتكار.